السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع وصفة جديدة. فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع المعارف ديالكم لتعم الفائدة إن شاء الله. الوصفة اللي جبت لكم اليوم هي وصفة صحية وسهلة ولذيذة وبمقادير بسيطة جدا. الوصفة هي طبق البطاطس والسبانخ بصلصة البيشاميل في الفرن. هذه الوصفة اللي ممكن أنكم تجهزوها سواء في وجبة الغداء أو وجبة العشاء. أنا ما استعملت هنا حتى شي نوع اللحوم مع هذه الوجبة، لكن نتوما لكم الاختيار أنكم اللي بغى يزيد طون أو صدر ديال الدجاج أو الكفتة أو أي شيء، رغم أنني كنقول بأن أكرر أن ما محتاجاش زعما صراحه اللحم لانك تجي لذيذه. لهذه الوصفه كنحتاجوا البطاطس، الكميه على حسب عدد الاشخاص كما كنقول دائما. انا هنا استعملت كيلو ونص تقريبا. كنغسلها جيدا وكنقشرها وكنقطعها الى قطع كما كتشوفوا. كناخذ واحد الطنجره فيها الماء وكنخليها حتى كتغلي، وكنضيف ليها واحد شويه ديال الملح، وكنضيف ليها البطاطا باش كتسلق واحد 7 دقائق. كنحتاجوا واحد جوج بصلات مقطعين الى قطع صغيره، وكنحتاجوا كذلك السبانخ. انا استعملت هنايا تقريبا 500 غرام. كما كتشوفوا كناخذ الاوراق ديال السبانخ وكنقطعهم الى قطع صغيره. هذه الاكله واخا ما استعملت حتى شي نوع ديال اللحوم فيها، ولكن هي غنيه جدا، من غير انها كتجي لذيذه بزاف حتى كذلك غنيه. السبانخ مثلا فيها واحد الكميه عاليه من الحديد اللي لازم صراحه اننا نستعملوها في العديد من الاطباق من اجلنا ومن اجل اطفالنا، لان فيها مواد مزيانه بزاف للجسم، مثلا في السلطات نيب لما نطبخوها، في العديد من الاطباق. هنا كناخذ واحد المقلاه وكنوضع فيها واحد شويه ديال الزيت، وكنضيف البصل وكنضيف كذلك القليل من الملح على حسب الذوق. كنخليو البصل في المقلاه كيتشحر واحد 3 ديال الدقائق، ومن بعد كنضيفوا ليه السبانخ. كنحركوها لواحد المدة ديال جوج دقائق حتى كتنزل السبانخ، لأن كتنزل بسرعة، وكنحيدوها من فوق النار وكنوضعوها جانبا. Thank you.
باش نوجدوا الصلصه ديال البيشاميل كناخذ هنايا واحد المقلاه كبيره ولا طنجره، المهم كل واحد على حسب اللي عنده. هنايا وضعت انا يطرو ديال الحليب على حسب الكميه اللي عندي ديال البطاطس والصبانه، وكنضيف 3 ديال الملاعق ديال نشا الذره مايثينا، وكنضيف القليل من الملح على حسب الذوق ديال كل واحد، وكنضيف كذلك الجوزة جوز الطيب. كنخلط الكل جيدا حتى كتجانس جميع العناصر، ومن بعد عاد كنحطها فوق النار، لان ضروري هاد العمليه هذه، والا داك النشا ديال الذره يلتصق ليا بالطنجره او المقلاه. من بعد ما خلطتها جيدا كنشعل عليها النار على نار متوسطه، وكنبدا كنحرك حتى كتجانس ليا وكتقال ليا الصلصه ديالي. هذه الطريقه هذه ديال عمل البيشاميل هي الطريقه السهله جدا، جميع الناس ممكن انهم يقوموا بعمل هذه الصلصه هذه، وكذلك نقدروا نقولوا انها صحيه لان ما كتحتوي لا على زبده ولا على زيت. من بعد ما ولات الصلصه ديال البيشاميل بهالطريقه اللي كتشوفوا، بطريقه كريميه كما احنا بغيناها، كنضيف ليها السبانخ اللي كنت حطيتها جانبا، وكنطفي عليها النار وكنخلطها جيدا باش يتجانسوا السبانخ والبصل مع الصلصه، وكنحطها جانبا. من بعد ما طابت لينا البطاطا كنصفيوها من الماء، كناخذ واحد الطبق ديال الفرن، صينيه الفرن، وكنوضع فيه نصف الكميه ديال البطاطا، ثم كنضيف كذلك النصف ديال الكميه ديال الصلصه ديال البيشاميل مع السبانخ، وكنوزعها جيدا فوق البطاطس باش دير واحد الطبق. ثم كنضيف النصف المتبقي من البطاطا وكنوزعها جيدا فوق السبانخ، ومرة أخرى كنضيف النصف المتبقي كذلك من صلصة البيشاميل مع السبانخ.
كناخذ الجبن، انا خديت هنايا جبن الموزاريلا، الى عندكم نتوما شي نوع اخر ممكن انكم تستعملوه، وكنوزعوه بشكل متساوي الفوق الطبق. كمرحلة أخيرة كنضيف الزعتر أوريغانو، ما يسمى في دول أخرى الريحان، وكنوضع الصينية ديال الفرن ديالي، كنوضعها في الفرن على درجة الحرارة ديال 200 درجة لمدة تقريبا 3 دقائق، من 2 حتى 3 دقائق، لأنني محتاجة فقط أن الفرماج يذوب ويأخذ واحد طبقة ذهبية فقط، لأن جميع العناصر اللي في الطبق كلها طيبة. وهنا الطبق ديالنا أصبح جاهز بالصحة والراحة، نتمنى أنكم تجربوه وتخليوا لي في التعاليق الرأي ديالكم في الطبق، وإلى عجبكم شاركوه مع المعارف ديالكم، وبهذه الطريقة هذه كتحفزوني أنني نستمر نقدم أطباق أخرى. وانا ما بقى لي الا انني نضرب لكم موعد في حلقة قادمة مع طبق جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.